نهايته لما يدخل منطقة العمليات ليونيل ميسي يتفنن ويسجل بأعجوبة وببراعة الهدف الثاني. يا له من استلام ويا له من مراوغة ويا له من تجديف. الهدف الثاني لليونيل ميسي، الهدف رقم 31 لليونيل ميسي. لن يكفيك لا شعر ولا كلام ولا تعبير ولا أي شيء، يكفي فقط التفرج الفرجة والاستمتاع مع ما يفعله ليونيل ميسي. اللقطة الثلاثية، أوه با 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 با. يفعل ما يشاء بالكرة ومن دون كرة.